غير طلعتنا معكم غير بكل زاد حرب اليوم معانا واللي بجاوب بفن بقول عنه قطاع ابو فهمت فاحنا هسه بنقول عن محمد ابو فهمت وجهيني اللي عندك واحد حبيت اوجهك اياهم بالطريقه هاي من الماضي بعرف انا وياكم شو هاي دينار هذا نيوتن الثاني وجه ايش الاول ايش القوه المحصله تكافئ الكتله في تسارعها الوجه الثاني ايش القوة المحصلة تساوي المعدل الزمني لمين للتغير اوعى تقول للزخم للتغير في الزخم ما دام في قوة الزخم سيتغير طب لو ما في قوة الزخم بضل ثابت سرعة تالي ايش تسارع تمام اذا لاحظ عشان هيك ربطت انا الان معلومة هيها مهمة جدا وجهيني لعملة واحدة شو هي قوة هي صار اسمها بالنسبة لي معدل زمني للتغير في الزخم فاخذ واحد بقول واحد بس خلص اليوم بزنا راح نلاقي سابرين قاعد شرح الموضوع وكان يسمع كم مره ما فينا نقول نبتدي على رتبه الان الجزء الاول اللي بحكي لي سؤالك حلو الحركه بخبيت ومقالك طبعا الشباب اللي يكونوا معي والصبايا على الصوت ما تكون فاتح سماعه الا ما انه افتح سماعه وحده بالراجعه وهي كتبها ومقدار زخمها هنا مقدار سرعتها يساوي احلى شيء لما مثلا وسام وقيس يتاثروا بالشات ويرجعوا زي جواب يكون زي المقلب ويطلع كل ما يوصف بدنا نعمل يا قيس قيس عن التأثيرات الخارجية في عندي فرصة في ثلاث أحداث في قبل الفرصة أثناء الفرصة شايف حجمها كبيرة بس فعليا لو في ميزان وضع هاي أثقل من هاي تمام